ورجعنا لكم مرة تانية من الفاصل. شوية بقى الزيت بتاعي حلو قوي الشغل، ببدأ أفصل عليه أشوف النتيجة بتاعته زي عاملة إزاي. ما استعجلش، أجيب طبق أحط عليه منديل وأبدأ أقلب، أبدأ أنزل بالكمية التانية، أطفي النار هنا ده خلاص، شوية محركش الكرات دي كتير، محركهاش كتير ليه بقى؟ عشان أنا لو حركتها كتير كمية الشعريه اللي موجوده فوق ديت بتروح مني. انا طفيت الزيت ليه؟ عشان عايز احمرها تحميره خفيفه، شايفين دي النتيجه، بس انا عايز اديها سنه كمان. ابدا اشغل نار تاني وهدي النار على الاخر، فين طبق التقديم بتاعي؟ ممكن اركن ده على جنب، الصلاة دي خلاص. ننضف مكاننا الأول وبعد كده نكمل شغل. اغسل ايدي. حلو قوي. جميل قوي الشكل ده، شوفوا شكلها عامل ازاي، شكل غريب عليا وفي نفس الوقت ايه اللي هيحصل؟ يعني حاجه هتديني قرمشه مع البطاطس، تمام؟ البطاطس ديت طريه، الشعريه اللي موجوده هنا هتبقى مقرمشه وكريسبي، يعني عايزين يبقى فيه تغيير في الاكل. ونجرب، نجرب بكميه قليله قوي لانها يعني الحاجه دي عجبتني، ليه ما اجربش وما ازودش الكميه بعد كده؟ لقيتها بقت معايا حلوه، ماشي، مش حلوه وما تناسبتش معايا برضو نشوف تاني لغايه لما نوصل للافضل. كل حاجه ما بتجيش غير بالتجربه. نخش السفليه. اجيب انا ايه شويه ملح وشويه فلفل انزل بيهم على السفليه بتاعي، وهديله كمان واحده بيض عشان يسيل معاه شويه، لان انا هفرده على قد ما اقدر افرده واخليه يعني يبقى زي الدفتر كده. اخليه ليه؟ لان ده هلف بيه رول بقى، هوريكم دلوقتي الطريقه ازاي. النار خليها تستوي براحتها عشان انا عايز قرمشه زياده. حلو قوي. حلو جدا، شكلها عجباني قوي. السفليه دوت احنا حاطين على ايه دلوقتي تاني؟ معلش برضو نقول كيلو سبانخ. احنا مستخدمين مثلا، احنا شغلنا مثلا بنحط الكيلو عليه 4 بيضات، كيلو اي نوع خضار، بس هو افضل حاجه السبانخ. ليه؟ لان السبانخ فيها الياف، الشعيرات اللي فيها دي كلها بتعمل زي ايه؟ تماسك بينها وبين ايه؟ يعني بينها وبين كله جزيء، فبتعمل مع البيض ماده ربط حلوه قوي. يعني افضل شكل في انواع السفليه اللي هو بتاع السبانخ. سيب ال بسم الله الرحمن الرحيم، معلش
بتاعنا، ونحط كمان بيضة. احنا اتفقنا ان احنا نكسر على سطح مستوي. عشان ايه؟ كمان واحدة، انا عايزه كمان مسيب كده، عشان لو مش عايز اي تكسير ينزل معايا فيه في قلب السبانخ او في اي مادة انا شغال عليها. حلو قوي، زي الفل. بعمل انا ايه بقى مع ده؟ كل اللي انا اعمله بقوم جاي نازل هنا كده، ما بنزلش بالكميه كلها مره واحده، بحيث انا عايز اعمل ايه بقى؟ هجيب الزباتون بتاعي بفرد، هقلل الكميه على قد ما اقدر. ليه؟ انا عايز افردها فرده حلوه و كويسة معايا على قد الصينية. الصينية ديت انا حطيت سيلفر من تحت، في عندنا حاجات بتبقى في يعني في المحلات بتاع الحلويات بس مكلفة شوية، عشان اللي هو السيليكون عشان اجيبه عشان اعمل عليه حاجة زي ديت هتبقى مكلفة شوية. انا بفرد حتة سيلفر او الومنيوم فويل على الصينية بتاعتي، وبعد كده بفرد عليها البلاستيك دوت، وبفرد السفلية على قد ما اقدر اللي هو السبانخ اللي انا عملته ده، وبدخله الفرن على درجة حرارة هادية. على قد ما بقدر بفرد السفلية بتاعي خفيف، كل ما بيكون خفيف كل ما بيكون شكله أحسن وبيدي نتيجة أحسن. فين بقى يروح؟ فين بقى مكانه؟ فين؟ في الفرن. سيبه يعيش مع نفسه شوية كده، ونبدأ نخلص إحنا بقية الطبق بتاعنا. أنا عندي كفتة البطاطس بتاعتي، عايز طبق الأسود دوت هيبقى أفضل ليها، عشان انا معايا شويه برنوازات الوان هتدي معايا شكل حلو قوي. بصوا كده، حلو قوي. زي الفل. اي بقى ايه شويه الوان واي شويه حاجات حلوه كده تدي معايا شكل حلو. مع الكفته، مع البطاطس بالشعريه اللي احنا بصوا عاملينها بشكل جديد، وان شاء الله جربوا والله الحاجات ديت يعني هتعجبكم قوي ان شاء الله. نبدا نشيل الحاجات ديت. طبعا احنا مش هنقف نستنى السفليه لما يجهز، تمام؟ ده ننزل بيه تحت هنا. ادي السفليه بتاعي اللي انا حطيته زيه في الفرن بالظبط، نفس النتيجه. كل اللي انا هعمله معاه ايه؟ اهوت بجيب انا الجبنه البيضه بتاعتي. انا مثلا عايز اعمل قد رول مثلا وليكن كده، بفرد حته الجبنه. ده عباره عن زي دفتر معايا، الدفتر دوت بعمل فيه اي حاجه، ورقه بلف فيها اللي انا عايزه، بحط فيها اللي انا عايزه، باكل فيها الحاجه اللي انا عايزها مع السبانخ، تمام؟ ما انساش ان انا حاطط زيه في الفرن. نفكر بعض تاني، احنا عملنا كفتة البطاطس النهاردة عملناها بالشعرية، عملناها ازاي؟ عملنا جبنة البطاطس، حطينا عليها اي حاجات انا اللي انا حطيته عليها النهاردة اللي عبارة عن الفلفل، وحطيت عليها البقدونس، وحطيت عليها شوية شبت بساط، وتبلتها بالملح والفلفل الابيض. وبعد كده جيت قمت جاي هرسها هرسة كويسة، حطيتها قمت جايب شوية شعرية وشوية دقيق وشوية بيض، وقمت جاي بنزل في بكور بحط في الدقيق والبيض والبقسماط، واللي هو البقسماط بتاعي اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن الشعريه بتاعتي اللي انا جربتها النهارده مع فكره وطلعت جميله قوي. جربوا معايا. انا هحط دلوقتي سموكد بيف،
اي شرايح لحوم بارده ممكن استخدم معاها سموك سلمون. بص بقى الحته ديت اهوت اهوت كده بعمل كده وبلف الرول بتاعي بالراحه اهو كده كده، ببدا اضغط بالراحه خالص كده لغايه لما بوصل ايه لنهايه الرول بتاعي. كده انا خلصت السفليه السبانخ، سريع وخفيف وان شاء الله شكله يبقى حلو وهيعجبكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده السفليه بتاعي اهو بالشكل ده. ممكن اعمل ايه انا يا بقى عشان تشوفوا احسن؟ بمسح السكينه كويس قوي وانا بقطعه. ليه؟ اهوت بيطلع معايا بالشكل ده. ليه انا بعمل كده كل شويه مع السكينه؟ عشان السكينه هو اساسا مش مفرز ومش محطوط في الثلاجه، ده معمول مباشره، هيتقدم مباشره كده. ممكن اعكسه لكم عشان تشوفوه احسن افضل كده. عملنا مع بعض النهارده سوفليه السبانخ، عملنا مع بعض بطاطس، ممكن نقول كفته البطاطس مع الشعريه او كرات البطاطس مع الشعريه. كل وصفاتنا ومقاديرنا موجوده على احلى ويب سايت لاحلى قناه، قناه ست البيت. نتمنى نسمع صوتكم لان صوتكم يهمنا. هنسيب الحته دي الدلاله كده على ايه، على يعني الرول ان احنا عاملين رول وعاملينه ازاي. ننظف مكاننا ولو انت المطبخ غاوي هتركز مع مين؟ ها مش سامعكم. ايوه هو ده هو الحاوي. نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله.